متتبعي قناة بيت الصحة والسعادة، السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد الموضوع بعيد شوية على الصحة، ولكن ما فيها بس مضى شي حاجة نهدسو بها روتين فحال هكا. كنبغي أول حاجة نشكركم بزاف على التعاليق المشجعة، عرفتو ديك التمارين كاملة ما بين التحضير ديال الموضوع والتسجيل والمونتاج، أون فوا كنجي نقرا لي كومونتيغ صافي داك التعب كله كيتحول لفرحة الحمد لله. واخا نسبة المشاهدة ضعيفة ولكن ما كيهمش، براك إلا استفدا واحد 1000 أو 2000 ديال الناس هاديك هي الدنيا وما فيها. بالنسبه للناس اللي كيطلبوا منا بعض المواضيع الخاصه غير اصبروا معنا شي شويه، ان شاء الله كلشي يجي في الطريق. المهم بلا ما نطول عليكم ندخل الموضوع مباشره. الارض مسطحه، كيفاش الارض مسطحه؟ اش كتسطح علينا الشريف؟ شو ما صاحبي راه 2022 هذه وانت مازال كتقول الارض مسطحه؟ ايه خويا انا كنامن غير بداكشي اللي كنشوف. انت مالك صاحبي متخلف؟ شنو هي متخلف؟ جمع راسك العالم. ايه ديوكان الله يجازيكم بخير، بلا صداع بلا غوات، ماشي بحال هكذا كتحل الخلافات. انا ويا خويا وانت مالك؟ اش دخلك؟ اجي عاودنا في الترابي. لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الله يهديكم، ما غادي نعاودكم في الترابي ما والو، انا غادي نحليكم هذا المشكل الا صغرتوا غير راسكم وحاولتوا تركزوا معايا شي شويه. اش بان لك؟ مشينا سير سيدي نشوفوا كاش غادي تقول. منذ قديم الزمان، النهار الاول اللي حط فيه الانسان رجله على وجه الارض، لاحظ بان الارض كبيره وواسعه بزاف، وحيت كبيره وواسعه كان اول استنتاج ليه هو ان الارض بديك البحار والجبال والاشجار والحيوانات اللي فيها مسطحه وغير محدوده، غادا حتى الماء لا نهايه. وبالنسبه لهذا الاستنتاج شي حاجه اللي مقنعه ومنطقيه. المهم في ديك الوقيته سالهم الارض بانت لهم في الشمس، لاحظوا واحد الملاحظه غريبه اللي كتبان لنا حنا شي حاجه اللي عاديه دابا، هو ان كل نهار الشمس كتطلع من الشرق وكتدور وكتنزل في الافق اللي هو الغرب. هنا عمنا الانسان القديم بدا كيفكر الشمس فين كتمشي، كل نهار كتطلع لينا من قنت وكتنزل من قنت اخر. ايوا هما داك يطلقوا لي العينان التفكير والخيال ديالهم. شي وحدين قال لك سيدي كتمشي كتنعس بحالنا، وحدين اخرين قال لك كتمشي كترتاح نهار كامل وهي شاعله، وحدين اخرين قال لك كتموت كاع والصباح كتجي شمس اخرى. وواحد الفرضيه اللي كتبان قريبه شويه للصواب، قال لك سيدي فاش كتنزل بالليل كاين واحد القوه خفيه كتجرها وكتدور وكتعاود كتطلع في الصباح، وهذه كيف ما قلت لكم هذه النظريه هي اللي كانت مشاعه في ديك الحقبه من الزمان وكانوا كيامنوا بها. ولكن خرج لهم واحد السيد قال لهم الى الارض ديالنا كيف ما قلتوا كبيره ومسطحه، وهاد الشمس هذه فاش كتغرب في الافق كتجرى هاد القوه الخفيه وكتعاود تطلعها من جهه الشرق، يعني تحت من الارض ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير الفراغ، علاش هاد الارض هذه ما كطيحش؟ واللي خاصك تاخذو من الاعتبار هو ان الانسان ما كانش كيعرف شنو هي الجاذبيه، راه كندوي على واحد السنين كثيره ما قبل الميلاد. فالسؤال علاش الارض ما كطيح سؤال منطقي بجد، وهذا السؤال هذا بقى محيره من سنين كبيره. حتى جا واحد الفيلسوف يوناني اللي دوز بعض الاعوام هو كيتمحن في النجوم والشمس والقمر والحركه ديالها، وهو استنتج ان شكل القمر ما تابش، مره كيكون دائره مضويه، مره مضوي فيها غير النص، مره عباره على هلال، كل مره واش. وفي ديك لابيريود اليونان كانوا بداو كيطوروا علم الهندسه، الوغ بداو كيراقبوا الظلال اللي القمر كيديرها فاش كيطلع ارتباطا بحركته في السماء، وهم يستنتجوا واحد الاستنتاج مهم بزاف، وان الشمس والقمر الشكل ديالهم كروي ماشي مجرد دوائر في السماء، لان في الاول كان كيسحبهم بانهم مسطحين ودايرين ماشي على شكل كره. وثاني استنتاج هو ان القمر ماشي منه كيخرج داك الضوء اللي كنشوفه، هذا الضوء ما هو الا انعكاس لضوء الشمس على القمر. هذا الشيء مزيان، بدينا كنطوروا شي شويه، دابا فهمنا بان الشمس والقمر الشكل ديالهم كروي. واش هذا الشيء كيعني ان الارض ممكن تكون كرويه ماشي مسطحه بحال بحال الشمس والقمر؟ لا شريف ماشي بالضروري، ماشي حيت الاجسام اللي في السماء كرويه حتى الارض غادي تكون كرويه. والله حتى متفق معك، والفيلسوف اليوناني ديالنا اللي كندويو عليه هادشي اللي كان كيقول مع راسو، ولكن واحد الحاجه ما لقاش لها تفسير في ديك الوقيته. الناس اللي كيسافروا للشمال، الشمال ماشي طنجه مضيق الفنيدق، لا كندويو على لا فينلاند نورفيج السويد سكوتلاند نيوزيلاند، الفوق ديال الكره الارضيه. وحتى الناس اللي كتنزل للجنوب ديال الكره الارضيه كانوا كيشوفوا نجوم اول مره يشوفوها. النجوم اللي كيشوفوا في الشمال ماشي هي النجوم اللي كيشوفوا في الجنوب، والنجوم اللي كيشوفوا في الجنوب ماشي هي اللي كيشوفوا في الشمال. ويلي كيفاش هاد القضيه؟ الا كانت الارض مسطحه فعلا راه فين ما مشاو غادي يبانوا لنا نفس النجوم، علاش هاد النجوم كتبدل على حسب الشمال او الجنوب؟ ايوا بقى هاد الفيلسوف كيفكر اوعم كثير. والتفسير الوحيد اللي لقى لهاد القضيه اشنو غادي تقول لي؟ بان الارض كرويه؟ لا سيدي قال لك الارض ماشي مسطحه ومستحيل تكون مسطحه، ولكن ممكن تكون على شكل سيلندر يعني اسطوانه. وفي التحليل ديالو اشنو قال؟ قال بان الناس اللي كتمشي للشمال كتمشي على الجزء العلوي ديال الاسطوانه، وفاش كيمشيو للجنوب كيمشيو على الجزء السفلي. وبما ان الانسان الحجم ديالو صغير بزاف مقارنه مع حجم الارض فهو ما كيحسش انه غادي على اسطوانه. انا بالنسبه لي تفسير منطقي لاني عايش في هذا الزمن هذا، ولكن دوك الناس ديال ديك الوقيته واش عرفتي شنو داروا؟ قالوا لك انك كنسحبوك بعقلك ودايرين فيك راسنا، ساعه انت غير مطلع علينا
قال لهم كيفاش راه كندوي معكم معقول؟ قالوا لي منين الارض دايره في شكل اسطوانه باش نسافروا للجنوب، علاش ما كنزلقوش؟ او على الاقل الرحله ديالنا تكون سهله، ياك حنا غاديين لتحت ديال الاسطوانه، عكس فاش كنكونوا غاديين للشمال. الا ما بغيناش نقولوا مستحيل، على الاقل نحسوا براسنا كنبذلوا مجهود اكبر، ولكن باش نطلعوا للشمال او ننزلوا للجنوب فحال فحال، ما كاينش شي فرق. وهادشي كله بوحدو سيدي. واخا قدر جاوبنا على واحد السؤال، علاش سيدي هادوك الناس اللي عايشين في الجنوب ودوك البحور والوديان الى اخره ما كيطيحوش، ياكم في الجزء السفلي ديال الاسطوانه؟ تقدر تجاوبنا سي العليم؟ وهما يزمطوا لي السيد، ما بقى لقى باش يجاوبهم، كيشوف بان اسئلتهم منطقيه والواعره ما عندوش لها حتى شي تفسير، ولكن في نفس الوقت عارف ومتاكد بان الاستنتاجات اللي توصل ليها كاينه صحيحه. وفي هذه اللحظه مسكين قرر على انه يحط الصلاح وينسحب. المهم هو واحد الصلاح حنا ما نجيش نحطوه، غادي نكملوا في طريقنا وغادي نمشيو نشوفوا واحد الظاهره كتوقع، واش عمركم رديتوا ليها البال؟ هاد الظاهره عندها علاقه بالباطوات، الا بقيتي حاضي شي باطو في البحر ما حدو كيبعد والحجم ديالو كيصغر، وفي نفس الوقت كيبان لك بحال اللي كيغرق بشويه بشويه حتى ما كيبقاش يبان، كاينه ولا لا؟ المنطقه اش كيقول؟ الا كانت الارض مسطحه الباطو غادي يبقى الحجم ديالو كيصغر يصغر يصغر حتى ما غاديش يبقى يبان، ماشي غادي يبان بحال اللي كيغرق في الافق. وهاد القضيه كتاكد داكشي اللي قالو الفيلسوف مسكين، غير هو قال بان الارض عباره على اسطوانه، يعني القضيه ديال الباطوات غادي تبان غير الا الباطو كان غادي في الشمال او الجنوب. ولكن هاد الظاهره الا لاحظتوا معايا كتوقع بجميع الاتجاهات، سواء كان داك الباطو غادي في الشمال او لا في الجنوب او الشرق او الغرب. دابا اش بغيتي توصل لنا من الاخر؟ سي الفيلسوف ديالك قال بان الارض اسطوانية وسكت، وانت دابا بهاد القضية هادي ديال الباطوات شتك فحال اللي بغيتي توصلني بان الارض كروية الشكل، وسيدي راك ما قنعتينيش، غير شوف لك شي حاجة أخرى. داكور ما قلتي عيب، نعطيك دليل آخر، ما طلبتش إلا الموجود. دابا غادي ندويلك على الخسوف، خسوف القمر، واخا؟ يلا وتبع معايا مزيان. خسوف القمر من أهم الظواهر اللي استنتج منها الفيلسوف اليوناني أرسطو اللي غني على التعريف أن الأرض كروية الشكل، وتعجب كسوف القمر أصاحبي للأرض، تنع الشيطان. ويا خويا الصبر هو اللي معطاك السيدي ربي، تمالك صاحبي صبر خليني نكمل لك غير الفكره ديالي. او يلا كمل طلقنا، واش خبارك ان كسوف القمر كيوقع فاش كتكون الشمس والارض والقمر على خط واحد؟ يعني الارض كتكون في الوسط، القمر كيكون مضوي باشعه الشمس ما عليه ما به، شويه كتدخل الارض في نفس الخط وكتبدا تحجب بديك الاشعه على القمر بشويه بشويه، والظل ديال الارض اللي كيبان على القمر كيدير مربع دائري بيان سور. من بعد ما لاحظ ارسطو هذه القضيه هذه صافي كلشي تاكد بان الارض كرويه. هادشي كندوي باقي ما كاين لا تيليسكوب ما كاين صواريخ ما طلعنا القمر ما حتى حاجه، الانسان حط رجلي فوق الارض وكيكتشف، وجميع الادله والبراهين كتدل على ان الارض كرويه غير بالعقل وبالعلم المجرده. احتاجت الحقبه ديال العلماء المسلمين اللي ضافوا بزاف ديال الحوايج مهمه، لانهم كانوا عارفين ومتاكدين ان الارض كرويه الشكل، ولكن كانوا مركزين والشغل الشاغل ديالهم ديك الساعه هو حساب محيط الكوكب، لان كان شي حاجه اللي ضروريه بالنسبه لهم. علاش؟ باش يستعدوا لهلال رمضان مثلا، وباش يحسبوا ايام الحج والاتجاه ديال القبله وبزاف ديال الحوايج اخرين. فمثلا في عهد الخليفه العباسي المامون علماء الفلك المسلمين قدروا يحسبوا محيط كوكب الارض، لقاو ديك الساعه تقريبا شي 35000 كيلومتر، وهذا رقم قريب بزاف للرقم الصحيح اللي عندنا دابا اللي هو 40075 كيلومتر. راه خصك تاخذ بالاعتبار بانهم راه ماشي داروا لو تور دي موند، ماشي طلعوا للقمر، ما كانش عندهم طياره باش يدوروا زعما ويحسبوا، ما كانش بزاف ديال الحوايج، وبقى هذا الرقم كيف ما هو. حتى جاء ابو ريحان البيروني، البيروني وما ادراك ما البيروني، اللي ابتكر طريقه جديده باش يحسبوا نصف قطر الارض والمحيط ديالها بلا ما يحتاج يسافر، كان كيستعمل واحد الاله الاسم ديالها الاسترلاب، اللي مكناتو يعطينا الرقم الصحيح اللي كنعرفوه. كان ديك الساعه كيقول لك 40000 كيلومتر، بقات لا ديفيرونس بديك 75 كيلومتر، 75 كيلومتر في ديك الوقيته راه ماشي شي حاجه، نقدروا نسدوا عليها عينينا واخا. ومشات ايام وجات ايام، وبالضبط سنه 1519 واحد المستكشف برتغالي الاسم ديالو فيرديناند ماجيلان، بعد ما فشل كريستوف كولومب باش يضرب دوره على الكره الارضيه في ديك الوقيته اللي اكتشف فيها الامريكان ودار مناقص هو كاع مع دي من ندير بهاد لو تور دو موند، وجا هاد ماجيلان وقرر على انه يكمل داكشي اللي ما قدرش كريستوف كولومب يديرو، وبالفعل قدر على انه يوصل للقاره الامريكيه وبدا كيقلب في السواحل ديالها على شي مخرج للجهه الاخرى، حتى لقى واحد المضيق اللي باقي مسمي عليه الى يومنا هذا، مضيق ماجيلان اللي كيربط ما بين المحيطين الاطلنطي والهادي، وكمل في طريقه حتى وصل الاسطول ديالو للفلبين. الواعر هاد السيد هذا ما فرحش بالانجاز اللي حقه، لانه مات في معركه مع السكان الاصليين ديال هاد المنطقه، ولكن واحد الباطو من الاسطول ديالو اللي كان غادي تمكن على انه يرجع لاسبانيا اللي هي اصلا منها انطلقوا، وبهذا الاسطول ديال ماجيلان كان اول اسطول ضرب دوره كامله على الكره الارضيه، وثبت ثبوتا ليس فيه مجال للشك ان الارض كرويه. هادشي بطبيعه الحال كنتي سيد تكون باقي ما اقتنعتيش. واخويا شنو نقول لك؟ وباش عرفت انا دابا هاد التاريخ هذا ما يكونش مزور،
واش عرفتي انا هاد السيد نيت فعلا نضرب دور على خويا انا مزوق فيك عطيني ابتساع غادي تصوتي لي شي فيزيبل انت راه واخا نهزك فتاه واخا نمشيو للقمر نشربو قهوه انفاس مع الكره الارضيه وانت كتشوف فيها مدوره غادي تقول لي راه غير كيبان لك راه مدوره راه هي في الاصل مسطحه انا اللي مسطح كنقادي معاك في الحجره ودي في كراسي سير تصبح على خير اخويا سير